نبقى مع شهادة البكالوريا، حيث حقق نزلاء المؤسسات العقابية نسبة نجاح فاقت 60% في شهادة البكالوريا، في حين تعدت نسبة نجاح التعليم المتوسط ب 20% على المستوى الوطني. وليد بهراوة، رصد التالي. والسلام على أشرف المرسلين. إنسان ما لم يعلم وعيد الذي ينهى عبدا من يدعو ناديا. وبلغ هذا العام 2015 عدد الممتحنين في البكالوريا 2376، وفي شهادة التعليم المتوسط 5372، نجح منهم 1513 في شهادة البكالوريا، أكرر 1513 في شهادة البكالوريا، و 3346 في شهادة التعليم المتوسط. وهنا نلاحظ نسبة التطور الكبيرة مقارنة بالسنوات الماضية، والتي بلغت مقارنة بالسنة الماضية ارتفاع 62.01% في البكالوريا و 20.46% في شهادة التعليم المتوسط. وبصفة عامة، بلغ عدد المسجلين في مختلف برامج التعليم والتكوين لسنة 2014 81627، يعني في مختلف فروع التكوين والتعليم وشهادات الامتحان الوطني وجامعة التكوين المتواصل. هذا عمل يحسب لفائدة الدولة الجزائرية التي يعني تعالج ظاهرة الجريمة بالتعليم والتكوين المهني، حتى أن هذه الفئات من الشباب لا تعود.